الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا في سلسلة دروس الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. هذا هو الفيديو التاسع أو التسجيل رقم 9 من سلسلة دروس الرياضيات للسنة الخامسة ابتدائي الجيل الثاني. قبل أن أبدأ أو أشرع في هذا الفيديو، أرجو لمن يشاهد الفيديو أول مرة الرجاء منكم الاشتراك في القناة. توجد كلمة أبوني مكتوبة بالأحمر أسفل الفيديو، الرجاء الضغط عليها، بعد ذلك الضغط على الجرس حتى تصلكم الفيديوهات مباشرة بعد وضعها. سنتكلم إن شاء الله عز وجل في هذا الدرس حول مقارنة وترتيب الأعداد، مقارنة وترتيب الأعداد. بعد ما تعلم التلميذ أو عرفنا في الدروس الماضية عرفنا قراءة وكتابة الأعداد، عرفنا كتابة العدد بالأرقام وكتابته كذلك بالحروف، كذلك تعرفنا على تفكيك العدد ومعرفة مراتبه أحاده وعشراته ومئاته إلى غير ذلك، كذلك تعرفنا على معرفة قيمة الرقم في العدد، وتعرفنا على الفرق بين العدد والرقم وقيمة الرقم في العدد، كذلك تعرفنا أيضا على كيفية حصر عدد، كيف نحصر عدد بين عشرتين أو بين ألفين أو بين مئتي ألفين متتاليتين. اليوم إن شاء الله هذه دروس متتالية ومتسلسلة، اليوم إن شاء الله عز وجل سنتعرف على مقارنة وترتيب الأعداد. أولا المقارنة، عندما نقول المقارنة معناه رموز المقارنة هي أكبر وأصغر، أو نقارن بين عددين أيهما أكبر وأيهما أصغر. لاحظ معي مثلا، ملاحظة أولى، قلنا أن في الأعداد الكبيرة مثل هذه قلنا ننبه التلميذ أن يكتبها ثلاثة ثلاثة، قسمها إلى ثلاثة 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 حتى تسهل قراءتها وكتابتها. العدد الرقم أو العدد الأول 435,000، راه واحد 435,000 و415. العدد الثاني 25,205. عندما نقارن بين عددين أيهما أكبر أو أيهما أصغر، أيهما أكبر، أول خطوة نقوم بها هي حسابة الأرقام، أسهل طريقة حسابة الأرقام، 1 2 3 4 5 6، هنا عندنا 6 أرقام، جيد. في العدد الثاني عندنا 1 2 3 4 5، 5 أرقام، 5 أرقام، ومعلوم أن اللي فيه أرقام أكثر هو أكبر عدد، اللي فيه أكبر عدد من الأرقام هو أكبر عدد، معناه هذا العدد أكبر من هذا. وعندما نضع رمز أكبر لابد أن يكون العدد يدخل داخل رمز أكبر، ما يكونش بالزاوية، أكبر يدخل داخل الرمز، هذا رمز أكبر، معنى هذا عدد أكبر من هذا. نضرب مثال ثاني، مثلا قلنا أول خطوة عندما نقارن بين عددين أيهما أكبر، أول خطوة نحسب الأرقام، ننبه التلميذ إلى حسابة الأرقام، 1 2 3 4 5، 5 أرقام، 1 2 3 4،
أربعة أرقام، وننبه التلميذ إلى أن الذي فيه العدد الذي فيه أكبر عدد من الأرقام هو أكبر عدد، هذا في خمسة وهذا في أربعة، معناه هذا العدد أكبر من هذا. جيد، نكتب مثال آخر الآن، لاحظ معي. مثلا لاحظنا قلنا أول خطوة نحسب الأرقام، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة أرقام نحسب الأرقام في العدد الثاني، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة أرقام. جيد، الآن عندما يتساوى عددان في عدد الأرقام، هذا في ستة أرقام وهذا في ستة أرقام، ماذا نفعل؟ نقارن بين الأرقام من اليسار إلى اليمين. لاحظ، من اليسار إلى اليمين نقارن بين الأرقام من اليسار إلى اليمين. نبدأ بالرقم الأول، هنا عندنا ثلاثة وهنا عندنا ثلاثة، ثلاثة ثلاثة متساويان، بعد ذلك عندنا تسعة، بعد ذلك عندنا تسعة، تسعة وتسعة متساويان. الرقم الثالث هنا عندنا صفر وهنا عندنا خمسة، ومعلوم أنه خمسة أكبر من الصفر، إذا هذا العدد أكبر من هذا العدد. لماذا؟ لأنهما أولا متساويان في الأرقام، ستة أرقام ستة أرقام. بعد ما قارنا من اليسار إلى اليمين ثلاثة ثلاثة، تسعة تسعة، هنا صفر وهنا خمسة، إذا خمسة أكبر من الصفر، إذا هذا العدد أكبر من هذا. نضرب مثال ثاني، عندنا عددين، لاحظ نقارن بينهما، قلنا أول خطوة نحسب الأرقام، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا فيه ستة أرقام. جيد، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نفس الشيء ستة أرقام. بعد ذلك قلنا نقارنه من اليسار إلى اليمين، عندنا أربعة عندنا أربعة، عندنا واحد عندنا واحد، واحد واحد، تسعة صفر، لاحظ هنا تسعة وهنا صفر، التسعة أكبر من الصفر، إذا هذا العدد أكبر من هذا. قلنا رمز أكبر لابد أن العدد يدخل داخل الرمز، عندما نضع أكبر العدد الذي نريد أن نضعه أكبر، العدد يدخل داخل زاوية الرمز أكبر، ونقول أنه هذا العدد أصغر من هذا. عندما نقول أصغر لازم يلمس رأس، يلمس أو يكون مقابل رأس، رأس الزاوية. طيب، نضرب مثال أخير، مثلا عندنا وعندنا وعندنا عندنا ثلاث أرقام، يطلب مني نقارن بينها، معناه أيهما أكبر، عندما يطلب منك المقارنة معناه الأكبر والأصغر. لاحظ، قلنا أول خطوة
نحسب الأرقام. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة أرقام. جيد. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. لاحظ، سبعة أرقام. سبعة أرقام. وإن كان لم يتعرف على التلميذ على المرتبة الجديدة، ولكنه بحسابة الأرقام يعرف أن هذا العدد أكبر، حتى وإن لم يتعرف على المرتبة الجديدة اللي هي مرتبة الملايين. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة. خمس أرقام. لاحظ، هذا في خمس أرقام، هذا في سبعة أرقام، وهذا في ستة أرقام. معناه أيهما أكبر؟ هذا أكبر عدد، هذا هو كتابته كما هو. لاحظ معي، ويضع الرمز أكبر. لاحظ، هنا عندما نضع الرمز أكبر لعدد، لابد أن يدخل هذا العدد داخل زاوية الرمز أكبر. لاحظ، يدخل الداخل، هذا العدد أكبر. جيد. بعد ذلك، هذا العدد أكبر من ماذا؟ من هذا، وهذا أكبر من هذا، معناه اكتب الرقم الثاني. بعد ذلك، هذا العدد أكبر من هذا، نضع الرمز أكبر، قلنا ويدخل العدد داخل زاوية الرمز أكبر. بعد ذلك نكتب الرقم الأخير. جيد. الآن رأنا قارنا بين هذه الأعداد أيها أكبر من الآخر. قلنا أول خطوة نحسب الأرقام. القاعدة الذي فيه أكبر عدد من الأرقام يكون أكبر من العدد الذي فيه أرقام أقل، هذا من جهة. إذا تساووا في الأرقام، كانوا فيهم ستة ستة، نقارن بين الأرقام من اليسار إلى اليمين، وأكبر رقم هو صاحب أكبر عدد. هذا المقارنة. طيب، قارنا بين الأعداد أيهما أكبر وأيهما أصغر. الآن نذهب إلى ترتيب. لابد من إجراء المقارنة أولا ثم الترتيب. الآن الترتيب نوعان، ترتيبا تصاعديا. عندما يطلب منك ترتيب الأرقام تصاعديا، كأنك تصعد في الدرج، كأنك تصعد في الدرج، ودرج نصعدهم من أسفل درج إلى أعلى درج، معناه تصاعديا من الصغير إلى الكبير. تصاعديا معناه من الأصغر إلى الأكبر. جيد، تصاعديا، أو نسميه أيضا تزايديا. يقال تصاعديا ويقال تزايديا. تزايديا. طيب، عندما يقول لك تنازليا، تنازليا، لاحظ، كأنك تنزل من الدرج، والدرج تنزله من الأعلى إلى الأسفل، تنازليا. تنازليا معناه من الأكبر إلى الأصغر، من الأكبر إلى الأصغر. ملاحظة، قلنا امبارح في درس اللغة العربية أنه همزة القطع تكتب على الألف في بداية الكلمة، وتكون همزة القطع في الحروف، تكتب همزة القطع إلى، أن، أن، أي، هذه الحروف تكتب فيها الهمزة على الألف في أول الكلمة وهي همزة القطع. هنا يقال تنازليا أو تناقصيا. تناقصيا يقال تنازليا من الأكبر إلى الأصغر، أو تناقصيا معناه العدد ينقص ويصل إلى أصغر. جيد. مثلا يعطيك أرقام، مثلا ثلاث أرقام، لاحظ معي،
ترتيب الأرقام، دائما في تمارين ترتيب الأرقام الأعداد تكون متشابهة، الأعداد دائما تكون متشابهة ومتقاربة بهدف تضليل التلميذ وطلب التركيز أكبر. لاحظ عندنا ثلاث أعداد، بحيث رحين نرتبوها مثلا نرتبوها أول خطوة رتبوها تصاعديا، معناه من الأصغر إلى الأكبر. نحوس على أصغر عدد قلنا هو الذي فيه أقل عدد من الأرقام. لاحظ نفس الشيء خطوة السابقة، نحسب الأرقام 1 2 3 4 5 خمسة أرقام، 1 2 3 4 5 خمسة أرقام، نفس الشيء 1 2 3 4 5 ستة، هذا في ستة أرقام. معناه معناه هذا هو الكبير، هذا هو أكبر عدد. صح نرى نحوصه على الصغير، نبدأ بالصغير وبعد نوصل الكبير، أنا أقول تزايديا أو تصاعديا. هذا في خمس أرقام ولا في خمس أرقام، هنا نبدأ من اليسار إلى اليمين ونقارن الأرقام. عدنا خمسة عدنا صفر وعدنا خمسة، احنا نحوصه على الصغير، هذا في خمسة ولا صفر، معناه هذا هو أصغر عدد، معناه هذا هو أصغر عدد نبدأ به هو الأول. لاحظ 50,701 قال لك تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر. ملاحظة، عندما يطلب منك ترتيب الأعداد، إذا طلب منك ترتيب الأعداد تصاعديا أو تنازليا، تارة يطلب منك أنك تدير رموز أكبر والأصغر، وتارة يكون الترتيب ترتيبها الأول والثاني والثالث إلى غير ذلك. لذلك انتبه جيدا للسؤال، إذا طلب منك ترتيب الأعداد تصاعديا قد يطلب معك أن تضع الرموز. إحنا نضع الرموز للفائدة، تصاعديا من الأصغر إلى الأكبر، معناه هذا هو أصغر عدد في هذا، نديره رمز أصغر. قلنا رمز أصغر لازم يكون مقابل لرأس الزاوية، رأس الزاوية يكون مقابل العدد، هذا أصغر عدد. العدد الموالي مادام عندنا ثلاث أعداد وقلنا هذا أكبر وهذا هو الأصغر، معناه هذا هو العدد الموالي 55,701. كذلك هذا العدد أصغر من هذا اللي هو كبير، نضع الرمز أصغر، قلنا العدد يكون موالي لرأس الزاوية أصغر. بعد ذلك يجي العدد الكبير، لاحظ وهذا العدد نقراه العدد منها 500,701 أكبر، قلنا العدد أكبر، العدد يكون داخل زاوية الرمز أكبر، هذا عدد أكبر من هذا وهذا أكبر من هذا. إذا قرينا من اليمين إلى اليسار، هذا ترتيب تنازلي، وإذا قرأنا من اليسار إلى اليمين هو ترتيب تصاعدي، هذا أصغر وهذا أصغر وهذا هو الأكبر. المهم، ملاحظة مهمة، أنه لابد التلميذ يتعلم المقارنة، كيف يقارن بين الأعداد. قلنا أول خطوة يحسب الأرقام، واللي فيه أكبر عدد من الأرقام هو الأكبر. إذا تساوى عددين في الأرقام نقارن من اليسار إلى اليمين الأرقام، بحيث أكبر رقم هو أكبر عدد. بعد ذلك نظر إلى ترتيب الأعداد، الترتيب قلنا أن قسمه تصاعدي أو نسميه تزايدي من الأصغر إلى الأكبر، وعند ترتيب تنازلي أو نسميه تناقصي من الأكبر إلى الأصغر. وعندما ترتب الأعداد انتبه، إذا طلب منك وضع رموز الأكبر أو الأصغر ضعها، إذا لم يطلب منك ضع مقطع مثلا أو حاجز أو أنتي سلاش. المهم أنه هذا الدرس، درس مقارنة الأعداد وترتيب الأعداد، هو درس سهل بالنسبة للتلاميذ، لكن إذا التلميذ ما فهمش الدروس الأولى للسنة الخامسة، لم يفهم قراءة عدد وكتابته، تملي عليه 50,701 ما يعرفش يكتبها، يخطئ في كتابتها. كذلك إذا لم يفهم كتابة عدد بالحروف، وكان يخطئ في كتابة العدد بالحروف. كذلك إذا لم يفهم الفرق بين عدد ورقم، رقم المئات وعدد المئات، إذا لم يفهم هذه الخاصية، ولم يفهم قيمة رقم في العدد، ولم يفهم كذلك
حصر عدد بين 200 وبين 2000، بالتالي هذا الدرس راح يجيه صعب، لأنه ليس من المعقول أن التلميذ يستطيع أن يقارن بين عددين هو ما يعرفش يقرأ، ما يعرفش يقرأ قراءة العدد، ما يعرفش يقرأ قراءة العدد، ما يعرفش يحصر العدد، أو ما يعرفش قيمة العدد. لذلك هذا الدرس مبني أو متسلسل حسب الدروس السابقة. إذا فهم الدروس السابقة سيأتي هذا الدرس سهل، أما إذا لم يفهم قراءة وكتابة الأعداد وحصر الأعداد وقيمة الأعداد، وبالتالي هذا الدرس راح يجي صعيب. لذلك ركز على تسلسل الدروس وفهم الدروس بالترتيب. بارك الله فيكم. الرجاء في الأخير، لمن عنده ملاحظة أو سؤال أو استفسار فليترك لنا في التعليقات. كذلك هذه السلسلة سلسلة دروس الرياضيات، لمن يشاهد الفيديو أول مرة أنا درت لكم رابط الفيديو في الأعلى، فيديو سلسلة دروس الرياضيات في السنة الخامسة، هناك فيديو منا وفيديو منا عن يمين عن يسار، اضغط عليه فقط للدخول فقط. كذلك الرجاء منكم الاشتراك في القناة بالضغط على أبوني، كلمة أبوني مكتوبة بالأحمر أسفل الفيديو، بعدها الضغط على الجرس حتى تصلكم الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.